من قبل الرومان من قبل قسم بسيط من ذلك الجيش. فابتليت هذه الأمة حينها بغلبة العدو، وماذا نقول نحن عن أحوالنا؟ ماذا نقول عن الأسباب التي أدت بهذه الأمة منذ أكثر من قرن فابتليت بالهزيمة تلو الهزيمة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله بما يفيدكم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولكن أخي المؤمن أختي المؤمنة، إن الأمور بمقاديرها من الله تعالى، ولكل أجل كتاب، وقد شاء الله تعالى أن يمحي